حقه يتكلم. المراقبين موجودين هني وهم يخطئون إذا احنا مخطئين ويخطئوا المساهمين. فأعطيناهم الرأي بدون رأيهم ونفذنا اللي اتخذناه من قرار. الشركة الجديدة يعني ما هو الإضافة التي سوف يشكلها للشركة برأيك؟ قوة كبيرة جدا، قوة كبيرة جدا. بعدين الشريك الاستراتيجي هو أهل قطر كلهم، وإن مصلحة البلد أن يكونوا كلهم شركاء، وإحنا سعداء بيهم. دخلوا لنا شركاء أقوياء، يضيفون لنا قوة، يضيفون لنا مكانة، ومن مصلحة الشركة تحصل شريك استراتيجي في هالمستوى، بيضيف لنا أشياء، بيستثمر ويانا استثمارات كثيرة وقوة. ما أتصور نقدر نحصل شريك استراتيجي بديل عن الشريك الحالي اللي دخل ويانا، بيعطينا مركز قوي. لكن يعني زيادة رأس المال بهذه النسبة ألا يشكل عبء على الشركة أبو علي؟ وشو العب اللي بشكل علي بتقل الأرباح؟ يعني أرباحي ما راح تقل، راح تزيد أرباحي. صحيح رأس مالي كبير، نسبة التوزيع بتقل، فيجب أن يتقبلها المساهم. وين بتروحي؟ راحت له. أنا عطيته الأسهم المجانية، كبرت رأس ماله وكبرت حصصه في الشركة، فعطيته قوة، وهذه كلها في صالحه. إذا أنا ضفت له أو زدت له من التوزيع النقدي، إن كان 10 أو 30 أو 40%، أنا خدت حطيته استثمارات إله، بنيت الشركة وعطيته قوة، فمن مصلحته أن يتقبل ذلك. لكن في المقابل اعتمدتوا غيرتوا المعيار المحاسبي، كانت معظم الأرباح كانت إعادة تقييم، لكن هذا الأمر في مخاطرة. هذا مو في مخاطرة، احنا إعادة تقييم ملزمين بيها، لأن حتى نقيم الشركة والمدققين يصرون أن وضع الشركة أن نقيمها أقل بكثير من قيمتها، موجوداتها أضعاف أضعاف اللي احنا قيمنا فيها، فما ممكن يقبل. بيروح يضيف نوتس في الميزانية بيقولك والله ممتلكاتهم احنا كلها ما مقيمينها، يعني وضع الشركة ما يصير عدل، فلازم يقيمون على الأقل لو نسبة من موجودات الشركة، وهذا اللي صار، وأعطاها مركزها المالي قوي جداً.